مريتا، من سنة ونص سألتك إذا بدك تصيري فنانة، قلتي لي هيدا المشروع مش عم بتفكري فيه. اليوم من بعد ما غنيتي على بعلبك مع والدك، بعده كمان مشروع مش عم بتفكري فيه بلش يصير حقيقة؟ إنه بننطر خلص كل يوم. ما حدا يعني ما عم أقول أنا شو بدي أعمل، عم بعمل أساس وإذا بنجح فيها خلص بتزبط، وإذا بس أنا مش يعني رح وقف درس وكل شيء، لا أكيد عم كفي علمي وكتير شاطرة ورح أعمل أوديو فيزيوال. كيف كان الغناء على مسرح بعلبك؟ بعدني لهلأ ما بصدق إنه كل شخص بيحلم إنه يدعس يغني على هيك مسرح كبير وحلو، فكتير كتير يعني بشكر بي كتير إنه تعطيني هالفرصة. قبل كان يخاف عاصي عليك أكتر، بتحسي هلأ أتقبل الفكرة ورح يساندك؟ إيه، لا قبل إنه كنت أصغر، إنه كان ما بيعرف أنا شو كيف بفكر وهيك، بس إنه بيعرف إنه بيقدر يوثق فيه، إنه أنا أصلاً بلحق الستيبس تبعه مش إنه غير. مريتا تحت جناحي وما في شيء بتعمله إلا ما أكون أنا مرتبه. وبيقول الإمام علي عليه السلام: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم لأنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. فعم جرب قد ما في إني ماشية وكون حدة، وإذا كانت حتكون فنانة حتكون فنانة مختلفة، يعني أنا بوعدك. لون الغناء مش حيكون لون عربي، رح تكون أجنبي أكتر، ونشتغل على عالمي أكتر ما يكون محلي. مريتا عندها الكاريزما الكافية لتكون ستار. صديقي وأخي العزيز صابر الرباعي كان عم يتسمع على مريتا عم بغني لسيلين ديون، كان في كبات كريستال قدامه، قام صار يضرب على الكبات، قلت له شو؟ قال لي صوتها مثل الكريستال. فمريتا عندها هيدا الشيء، عندها بصوتها صوت مثل الكريستال، يعني نظيف وعندها كاريزما. أنا أول شيء كنت خايفة عليها وبعدني يعني، بس رجعت اقتنعت إنه هي الحياة صعبة، يعني شو ما اختارت الحياة فيها صعوبات وبدها تكون قد حالها وبتخطاها. وحسيت قد ما عندها حب للفن، وبصراحة أنا شايفتها ستار، يعني أنا شفتها بكتير محلات إنه البنت حرام يعني وقف أنا بضربها، لأنه she is a real star. وعاصي نفس الشيء، يعني خلص طموحها وحياتها هي بالنتيجة. نحنا كأم وبي دورنا بالحياة إنه نوقف حد الولد، يعني نحنا منربيه لعمر معين، بعدين هو شو بده يختار نحنا لازم نوقف وندعمه، هيدا دورنا، مش دورنا نفرض عليه ولا نغير له حياته، نحنا بس شو بعوزنا نكون حده، هيدا دورنا.